اوفو ليش هيك عم يتطلع فيني هاد؟ فادي بركات ورد عبد الوهاب كيفك؟ يا زلمة لساتها ايدك تقيلة شفها شوي فعلا يا جماعة مثل ما بتقول ستي جبل مع جبل ما بيلتقي بس بني ادم مع بني ادم بيلتقي كراس بعرفك ميديا خطيبتي ولو يا ابو الفوت معقول بدك تعرفني على الفنانة الكبيرة دادو اشهر من نار على العالم بحب اعرفك على حالي انا زميلك الفنان ورد عبد الوهاب جدي بيكون الله يرحمه الفنان الكبير محمد عبد الوهاب وبنت عمي الله يطول بعمرها الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب خلاص لا هي ورد مو إلك للخال وهذا الكلام طبعا على ذمة ستي الله يخلي لك سلطة صحيح ورد مين الآن؟ وعلى ويا ابو الفود هذا الخال هذا انا ما بقدر امشي من دونه ولا خطوه اذا بمشي من دونه بحس حالي ماشي بلا ظهر بلا سند وشعاره وحياة خالقك مالي فرقك يا خال سمعته ولا عد لك اياها خلاص لا لا سمعت ميدو ورد من يوم يومه هيك انا وياه درسنا سوا من صف السابع للبكالوريا وبعدين كل مين راح بطريق انا تعترف بالسياحه يا حصرتي وهو صار مطرب مشهور واثبت بصمته بكل الساحه العربيه والعالميه عيون خلاص الحقيقه انا هلا يعني بدي اعمل ديو انا وسيلين ديون بس ناطره لحتى تقوم بالسلامه لانه هلا هي حامل بشهر السابع وانت كيفك انسي ميديا شو اخباري وين كنتي مختفيه كل هالفتره انا ذكرتيني هاي الغنيه تبعك تبع الفيسبوك بصراحه يعني حبيت هيك مو لانه بوشك يعني عن جد غنيه تافهه وما لها طعم ابدا بس ضربت ضربت ولا ما ضربت يا خال فيسبوك ضربت بلاها الضربه يا خال تعرف ورد قد ايه صار لي ما شفتها شو بدنا نعمل يا ابو الفود هي ضريبه الشهره اين الشهره بقص ايدي اذا امك بتعرفك دادو يا ترى بتفكر مثل ما بتفكر ليش بشو عم تفكر عم افكر حط خبزاتي على جبناتك ونعمل ديو سوا شوريك احكي هيك من الاول يا زلمه وقفت لي قلبي قلت لحالي ورد شو صار له لا 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 تقرب علي بهذا الموضوع بنوب انا هيك مواضيع مو براسي ابدا لح ليش ما في احلى يا انسي دادو من الغني والفرفشه والرقص ذكرتيني كنت انا وبالفوت المدرسه نجيب اغاني لمطربين كبار ونحط لها كلمات جديده اسمعي هي ذكرت ابو الفوت اسمع لا تحيطيلي بلا سبب منك عم اشوف العجب عيونك مثل اللحم بعجيب عم تتقلب شمال ويمين عيونك مثل اللحم بعجيب عم تتقلب شمال ويمين خلي الفلافل على جنب خلي الفلافل على جنب على ذكر الفلافل شو صار بالعشاء خال؟ لك صار يا خال ابو الفود اهلا ابو الورود شلونك سلمك خف ايدك شوي منيح اشتقت لك وانا كمان اشتقت لك شو سر هالزياره مصلحه ولا في شيء ثاني يا سيدي مصلحه الي والك هات لشوف فوت بالموضوع بدي اعمل فيديو كليب لاغنيتي الجديده ام حدا شايلك يقبر اللي خلقك يا خال خلاص لا يا ورد مو الك للخال واكيد ما عم تفكر فيه كمودين ما هيك شو القصه يا سيدي بدي منك تلاقي لي لوكيشنات مناسبة لحتى اصور فيها الفيديو كليب باعتبارك بتتنقل وبتسافر مثل ابن بطوطة ايه يعني بس هذا الموضوع له علاقة بفكرة الكليب تبعك شو الفكرة؟ يا سيدي بالنسبة للفكرة يعني تخيل ما في فكرة ايوه ما في فكرة طيب المخرج شو رأيه؟ ما في مخرج ما في مخرج وما في فكرة ما في فكرة و... لك أبو الورود اللي بيرشح لك مخرجة فلتة شو بتقله؟ يا سيدي بقله شاطر شاطر اسمع لقلك عندي مخرجة فلتة دارسة بأمريكا كمان شو رأيك؟ حلو كتير خليها تبعت لي السي في تبعها على الإيميل تبعي المكتوب بالكارت لك ما بدي لا سي في ولا إيميل هلأ دغري بدق إلا تليفون بتجي دق الحديد وهو حامي عود احلى كاسه شاي بتخدم شواربه حبيب قلبي
الو اهلين فادي. لا انا سميحه بالمسبح، في شيء لعندك على المكتب؟ ليه؟ لا فيديو كليب؟ يلا يلا مسافة الطريق يكون عندك. يلا باي. مسافة شو؟ ما رح اروح بعد ما وصلنا على باب المسبح. يا الله سموحة مشان الله، والله يعني مطرب جديد بده يعمل فيديو كليب، فرصة كثير منيحة. هلا فرصة منيحة نرجع على باب المسبح. طيب مو معقول تنزع المشوار علي. لا لا خلص خلص لا تزعل نرجع. شكرا. امحى ولا شعيري عيشتيني بحيري، جاوبيني يا صغيري أمحى ولا شعيري. ما بدك ياني قوليها الكلمة اللي بتجرح، خبيها قلبي حيطق من الغيرة. أمحى ولا شعيري؟ شو رأيكم؟ شو رأينا؟ بتاخد العقل. شو رأي مخرجتنا العبقرية؟ حلوة يعني كوميك. شو قصدك؟ يعني الكلام حيلا بيلا؟ لا 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 ابدا، انا قصدي انه يعني نايس لطيفة، يعني فيها شيء كوميدي. ايه قولي هيك من الاول، قولي انه بتضحك، ما في داعي للمصطلحات هي. كشبنا ابو الورود قلنا لك ما هي دارسة بامريكا، يعني هي هيك بتعبر. والأنسي سميحة مخرجي كمان؟ لا أنا خريجة حقوق. يخزل العين حولك وحواليك، حوطتك من عين أمك وأبوك من عيون كل الحساد اللي شافوك، حندق بندق العين اللي شافتك وما صليت على النبي تطق وتنبق. يا لطيف. إيه مايا شو قلتي؟ أنا موافقة يعني من حيث المبدأ، بس عندي شوية شروط. شروطك كلها مجابة. شروطي هي شروطي. هلا الحقيقة أنا بيهمني إنه يكون الباجت منيح، وبدي البرودكشن كمان يكون سخي مشان نقدر نعمل شيء مهم. $3,000 منيح؟ $30,000 قصدي منيح؟ هي طبعاً بيكفي. وفي شغلة تانية، يعني أنا بدي أخذ وقتي باستطلاع أماكن التصوير وباختيار الموديل اللي بدي تصور معك الفيديو كليب. خدي الوقت اللي بدك اياه، يوم يومين ثلاثة، لأنه بالتأني السلامة وبالعجل الندامة، هيك قالت لي ستي. واللي بيسبو بياكل فستو. فينا نقول اتفقنا؟ ايه اتفقنا. ايه معناتها ممتاز. ألف مبروك يا جماعة. مبروك علينا كلنا إن شاء الله. ألف ألف مبروك. أمحى ولا شعيري؟ عيشتيني بحيري. أمحى ولا شعيري؟ جاوبيني يا صغيري. والله حفظناها ما سأليني لي. مايا عنجد أنا انبسطت لك من جوات قلبي. شكرا حبيبتي. طب بما أني أنا انبسطت لك تعملي لي نسكافيه؟ إيه هلا بعمل لك نسكافيه وبطلع لك إياه لحد عندك، بس أنت طلعي. طيب ماشي. مايا ألف مبروك. الله يبارك فيكي. أهلين مايا، شو المفاجأة الحلوة؟ عندي إخبار بتجنن. هادي لشوف بشري، جاني عرض لإخراج فيديو كليب. ممتاز إن شاء الله ألف مبروك. بس لمين الفيديو كليب؟ لنانسي ولا لأليسا؟ لا لمطرب مو لمطربة. ايه شو عليه مطرب ولا مطربة؟ خليني احزر. يا وائل كفوري يا عاصي الحلاني. لا هاد ولا هاد، لورد عبد الوهاب. مين؟ لا اوعك ها. لو سمحت والنبي سيبني شوية. لك انت شو عم تحكي؟ ليش شو المانع؟ عن جد فرحتي. ما عم بقدر خبيها كتير. لحظة بس شوي تضربي انتي والفيديو كليب وورد منيح. ايه معاك انبسطت لك. روحي من وشي. شو المشكلة؟
هذا مطرب درجة ثالثة، وأساساً هو ما أنا مطرب ولا عنده موهبة، بده يفرض حاله على الناس المصرية. هلأ درجة ثالثة ولا درجة رابعة؟ أنا المهم أقدم حالي بصورة كتير منيحة، بعدين أنا رح أحاول أني أخذ كوادر حلوة وصورة مهمة. مايا أنت هيك عم تضحكي على حالك. أضحك على حالي؟ معلش جود، أنا ما بعمل شيء مالي مقتنعة فيه، وأنا مقتنعة تماماً باللي بدي أعمله. إيه؟ على كل هذا بضل خيارك، أنا حبيت أنصحك وبس، إن شاء الله موفقة. شكراً جود، مع السلامة. لحظة لحظة، مايا أنت زعلتي؟ لا، ما زعلت. أنا آسف، بس كل القصة إنه أنا كتير متوتر بالشغل ومضغوط، والشغل هذا عم يخليني أكره كل شيء بيشتغل بالوسط الفني. فيك ترجع. شلون يعني؟ أترك التصوير من نصه؟ هذا قرارك، وبما أنك هلأ أخذت القرار وما عاد فيك تتراجع، ما في قدامك غير حل واحد، أنك تكمل. طيب وإذا قلت لك إني مشتاق لك؟ نعم؟ إيه أنا مشتاق لك. أنت شو عم بيصير معك؟ حالياً كل اللي بعرفه إنه في بنت مهضومة كتير وحبابة كتير وذكية كتير اسمها مايا، وأنا تركتها بالشام وجيت على مصر مشان أتأكد إنه عن جد بحبها. نعم؟ مايا أنا بحبك، ويا ريت ما تحكي شي هلا. كتير ما بحبك، ما عم بقدر ما عبرك على بجواتي مايا، ان شاء الله يا رب هيك بتتوفقي وبتنالي اللي ببالك يا رب، لانه عن جد انا مبسوطه من جوا جوا جوا. انا اللي بحبك، انا اللي بموت فيكي، انا اللي سعيده كتير انك انت رفيقتي، عن جد انا ما بقدر بلاكي. شكرا كتير لوجودك بحياتي، انا كتير بحبك كتير 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 بحبك، انت احسن رفيقه بالدنيا كلياتها.